لقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها، في حديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مقدمة صحيح مسلم.